صمد بن يحيى إطار إداري متدرب عضو التنسيقية المحلية بفاس وعضو المجلس الوطني. اليوم نجسد اعتصام أمام الأكاديمية الجهوية بفاس ثم مبيت ليلي لمدة يومين، يومي الخميس والجمعة. لماذا هذه الوقفة؟ هذه الوقفة جاءت كمحطة ثالثة بعد مقاطعة التدريب والتكوين ثم مجموعة من المحطات ومجموعة من الاعتصامات بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. لماذا؟ لأننا نحن الفوج الوحيد الذي قضى سنتين من التكوين دون اعتبار لهذه السنتين. دخلنا إلى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بناء على المذكرة الوزارية 9/2020 التي نصت على أن مسلك الإدارة التربوية سوف يصبح في سنتين من التكوين. هذه السنتين تلكأت الوزارة السنة الماضية في إصدار مرسوم تنصف هذه الفئة، وقمنا بمجموعة من الاحتجاجات، مجموعة من المقاطعات وخاصة مقاطعة التكوين حتى صدور المرسوم. لكن نتفاجأ بعد التعديل الحكومي وبعد وجود وزير جديد للحكومة بأنه أصدر فعلا مرسوم أنصف فعلا هذه المسلك في جزء معين وهو الدرجة الأولى، لكنه فاجأنا بالتراجع عن جويد الإطار والتراجع عن نظام السنتين، فأصبحنا الفوج الوحيد الذي قضى سنتين. ما قبل 2020 يعني منذ 2015 إلى غاية 2020 كان مسلك الإدارة التربوية في سنة واحدة، وما بعد 2022 يعني ما بعد هذا الفوج بناء على المرسوم الجديد 2/22/69 سوف يصبح مسلك الإدارة التربوية في سنة واحدة. يعني إحنا الفوج الوحيد الذي سوف يقضي سنتين دون مماثلة لهذه السنتين ودون إعطاء حقوق هذه الفئة. لذلك فمطالبنا واضحة، فيها شق جهوي وفيها شق وزاري. المطالب التي ترتبط بما هو محلي: أولا، المتدربين يجب أن يحتفظوا بمديرية التدريب الذين مارسوا فيها المسؤولية الفعلية، قادوا مؤسسات ابتدائية وحراسة عامة وداخلية خارجية إلى غير ذلك. ثم المطلب الثاني هو أنه يجب أن يتم تعويض جميع الأطر الإدارية التربوية هذه السنة كباقي الفئات السابقة وكباقي الأفواج السابقة في هذه السنة. ثم يجب إلغاء القرار التأهيل الذي ينص على أن مسلك الإدارة التربوية سابقا كان فقط يخصص للحراسة العامة والإدارة في الابتدائي. نحن اليوم بعد سنتين من التكوين وبعد 24 مجزوءة من التكوين وامتحان التخرج وبعد الدبلوم المتصرف التربوي نص على أن مهام المتصرف التربوي تتمثل في الإدارة التربوية. لذلك يجب فتح جميع المناصب سواء الحراسة العامة، أما الإدارة الخاصة بالثانويات والإعداديات ثم النضارة إلى غيرها من المهام. ثم يجب أن يتم إنصاف هذه الفئة ومعادلة دبلوم الماستر مع دبلوم المتصرف التربوي مع شهادة الماستر. نقول أخيرا بأنه ما لم يتم تحقيق مطالبنا فإننا سوف نصعد أكثر. الوزارة البارحة أصدرت إعلان تفاجئنا به بأنه سوف يتم تأجيل امتحان التخرج ثم تأجيل مناقشة الملف التراكمي وتأجيل مناقشة المشروع الشخصي. لماذا؟ حتى يتم استغلالنا بشكل أكبر في الامتحانات الإجهادية في نهاية السنة الخاصة بالسلك الإعدادي والخاصة بالسلك الثانوي التأهيلي، لأننا فعلا وهذا دليل قاطع أننا نقود مؤسسات وأننا لسنا فقط في محطة تدريبية كما يقولون، ولكننا في محطة لتحمل فعلي للمسؤولية. شكرا لجميع المنابر الإعلامية، شكرا لجميع الإطارات النقابية على دعمها ومساندتها لنا، وتحية لكم جميعا. وما تنسوش ديروا أبوني لقناة فاس تي في أن وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.